لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. لماذا تدعوني صالحا؟ السؤال الهام الذي يسيء فهمه الكثيرين من أقوال المسيح في إنجيل متى صح 19. اليوم هو جزء من دراستنا في حلقة برنامجنا فحصين الكتب. بنرحب بك ضيفا معنا فيها. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. الجزء اللي اتقرأ علينا بيتكلم عن مقابلة لشاب مع الرب يسوع المسيح، ولأول مرة نلاقي واحد بيتقابل مع الرب، ويقول الكتاب إن هو مضى حزينا في الآخر. كل اللي اتقابله مع الرب، يعني معظمهم أو كلهم اتقابلوا وتغيرت حياتهم، واحد قال عنه كتاب: مضى في طريقه فرحا. وكأنه عايز يقول الكتاب مش بس إنك كويس إنك تيجي للرب، لكن كمان تيجي للرب وإنت مستعد إنك تقبل اللي هو عايزه منك بالظبط. شاب ليه مشي حزينا؟ ببساطة لأن هو جيب الطريقة الغلط، وطلب الطلب الغلط، وكان متمسك بحاجة غلط. الطريقة اللي جيبها غلط، بيقول للرب: أيها المعلم الصالح، وهو صالح فعلا، بس الرب رد عليه، مش قال له زي ما البعض بيفتكر المهاجمين: لا تدعوني صالحا، حاشا، قال لكن قال له: لماذا تدعوني صالحا؟ وفي الإجابة دي بكتشف حاجتين ببساطة. حاجة الأولانية، أنت مجيئك ليا ما يكفكش أنك تعرف أن أنا صالح، بس أنت محتاج إلى مخلص وغافر لخطاياك. والحاجة التانية، مهم تعرف زي ما قال له: ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. هل تؤمن إن أنا الله عمانوئيل الموجود معاكم الظاهر في الجسد اللي جيت عشان أخلصك؟ الشاب دوت قال للرب: أي صلاح أعمل؟ وكان نفسه يعمل، أو فاكر إن هو يعمل صلاح، ونسي كلام الكتاب إنه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وإنت عايز تعمل الصلاح؟ طيب أقول لك، طالما أنت عايز تعمل ومتكل قوي على الأعمال، طب أقول لك اللي موجود في الناموس. وابتدى الرب يقول له بعض الوصايا حتى اللي تخص علاقته بالناس اللي حواليه. والإجابة، رد عليه في منتهى الكبرياء وقال للرب: أنا هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. طبعا كذب وافتراء، لكن رغم أنه بيكذب ويفتكر أنه عمل كل حاجة، لكن في الآخر برضو ضميره مش مرتاح، فبيقول: ماذا يعوزني بعد؟ اللي يريح القلب والضمير مش ان هو يعمل حاجة، لكن يريح الضمير والقلب عمل المسيح، لما بيقول الرسول في روميا في عبرانين 9: كم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. أنا بعتقد أن اعتراض الرب كان على تركيبة المعلم الصالح، وراح يقول له: أيها المعلم، زي أي رابي تاني كان بيقول: يا معلم،
بس انت صالح. قال له ما تركبش، يا تعترف صراحة ان انا الله الظاهر في الجسد، صحيح، يا اما ما تركبهاش بالطريقة دي. فمش اعتراضه على الصلاح، لان هو قال عن نفسه بعد كده انا الراعي الصالح، يعني قبل الصلاح على نفسه ما عندوش اي مشكلة. وربما الاعتراض الاخر ايضا انه الشاب دوت اشرك نفسه في الصلاح مع الله، اي صلاح اعمل؟ قال له لا، ما انت برضو انت هتتكلم غلط، كلامك مش مظبوط، انسب الصلاح فقط لله، من ناحية تقر ان انا ابن الله الظاهر في الجسد، ومن ناحية انفي الصلاح عن نفسك وانتظر ان الصلاح يأتي اليك من الله. الشخص ده كان عنده امتيازات كتيرة وشخصية يعني تتحب. هو اولا شاب صغير في السن يعني، وغني جدا، ورئيس، ومتدين، وعنده احترام للمسيح في زمن قل فيه الاحترام للمسيح. في الزمن ده كان الأكثرية تحتقر المسيح. الرجل ده سجد للمسيح عندما أتى، فهو شاب غني جدا، رئيس ديني، متدين، حافظ الوصايا زي ما قال، بيحترم المسيح. لكن أكتر حاجة تلمس قلبي ما جاء في مرقس 10:21، نظر إليه يسوع وأحب. ياه، يعني كنا ننتظر بقى منه حاجة مختلفة، لكن بكل أسف المأساة الكبرى أنه مضى حزينا، ذهب من محضر الرب حزين. وإذا أجبنا في كلمة واحدة، لماذا؟ لأن كان عنده صنم، وهذا الصنم هو المال، فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. وظيفة خيسوس كمان كان مصر يعمل حاجة، مش عارف إن احتياجه لشخص، احتياجه للمخلص والمنقذ، مش ان هو يعمل حاجة. هو ما يقدرش يعمل، ما هو ربنا قال له اعمل، روح بيع وتعالى، ولا عارف يعمل. يعني زي ما انت بتقول محتاج مخلص، والمخلص ده عليا بس ان اقرر ان انا غلبان وفاسد. الحقيقة الشخص ده من الشخصيات اللي ربما تبدو انها غريبة، انه كان عنده رغبة، فهو مختلف عن كثيرين من الشباب اللي النهاردة مش مكترثين بالأبدية ومش همامهم الموضوع أو ما بيفكروش بيه أو نحوه عن جانبا وقالوا إنه ما فيش الله وما فيش أبدية. لا، ده عارف إنه في حياة أبدية، وعارف إنه محتاج، وعلى الرغم من تدينه كان يشعر عميقا في نفسه إنه مش واصل ومش هيوصل، لكنه راح والحياة مش بس مكترث، لكنه راح للمسيح وبدأ يسأل ويبحث، لكنه لم يصل. ودي ده شيء مؤلم ويعني يوجع القلب، انه يعني مش بس انه في ناس مش مهتمة، لكن في ناس مهتمة بس مش هتوصل. هي مش هتوصل لانه الطريق صعب، لكن لانه في معطلات. الحقيقة لو عاوز اشوف ده يقابل انهي نوع من التربة بحسب مثل الزارع، ده يشبه النوع اللي وقع على شوك. لقد تقابل مع المسيح ولقد فقطت على قلبه بذار كلمة المسيح، كان من الممكن أن يثمر، بس الحقيقة كان في حاجة في الأرض منعة، إن الأرض كان فيها مزروع محبة للمال عميقة جدا منعت إن كلمة الله تخش وتجيب ثمر. ما أخطر إنه يكون القلب فيه محبة أو فيه ارتباطات أو فيه هموم تخلي الناس تسمع كلمة الله وبعد كده تصر بأنه مش هينفع نقبلها، لأن عندنا ارتباطات وعندنا حاجات تخلينا مكملين في نفس السكة اللي احنا فيها. الرب بيقول له لكن أن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، لعل البعض يفتكر أنه الحياة الأبدية هي بحفظ الوصايا، لكن مهم نفهم أن الحياة اللي بيتكلم عنها الرب يسوع هنا في الآية دي ليست هي الحياة الأبدية بالمفهوم المسيحي في العهد الجديد، لكن هي الحياة حسب الناموس التي تسعى وتصل إلى فقط إلى الملك الألفي، أو الحياة مع ربنا هنا على الأرض الكويسة اللي يسمو يسعى إليها اليهودي الحقيقي. لأن الحياة الأبدية بالمفهوم العهد الجديد ليست بالارتباط بالأعمال أو حفظ الوصايا، لكن زي ما قلنا الكتاب أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا، وزي ما قال المسيح نفسه في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأقول أيضا أن ولا ملك المسيح الألفي تقدر تدخله عن طريق الأعمال،
ما تقدرش، بدليل أن موسى العظيم مشرع الناموس ما دخلش أرض كنعان أساسا. قال للرب، الرب قال له أنت خنتني أنت وهارون، مش هتدخلوا الأرض. إذن أم المسيح بيحولوا لتعمل الوصايا ليه؟ لأن في الحقيقة الراجل جاي بيسأله أعمل إيه، وكأن المسيح بيقول له الله أنت أم الحصة اللي فات كنت فين، إحنا مدين حصة ده الحصة الثانية. الحصة الأولى جينا موس، الناموس بموسى أعطي. وإيه غرض الناموس؟ اقرأ مثلا في رومي أصحاح 7 بيقول لنا غرض الناموس لواحد عاش مدقق للغاية اللي هو شاول الطرسوسي، بس بعدين وصل لأنه كان مخلص، فإني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صح، أنا ما فيهاش ولا حاجة صالحة. أهو ده اللي ممكن يتمتع بنعمة الله. عشان كده الرب حول السائل إلى الناموس، لأنه هو جاي بيقول له أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنت جاي تسألني أنا أعمل إيه؟ أنا جاي بعد ما أثبت الناموس أن الكل عجز عن أن يعمل. وفي الحقيقة إذا ما استفدناش من درس الناموس لن نستفيد من درس النعمة. أنا النعمة ليه؟ إيه النعمة اللي بتحكي لي عليها؟ إن أنا كويس، يعني أنا بقطع رقاب الملائكة، أنت كويس؟ طب أعمل الناموس يا حبيبي، أعمل الناموس، ده اللي جاي علشان أمثالك، علشان يثبت أنك عاجز، أنك لا تقدر. لكن إذا كنت وصلت إلى نهاية ذاتك هتيجي للرب، مش تقول له بقى أعمل إيه؟ ماذا؟ قول لي بس أنا عايز أخلص، أنا عايز أتمتع بخلاصك. اللي يجي زي العشار قرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي، كويس تمام، نزل إلى بيته مبرر. والفريسي المتكبر اللي عامل زي صاحبنا ده، أي صلاح أعمل؟ يعني هو منتظر صلاحا في نفسه، يعني يكون يقول على المسيح معلم صالح، طبعا صالح غصبا عن الكل المسيح معلم صالح لأنه هو الله، لكن أي صلاح أعمل؟ تيجي إزاي؟ طب ارجع للناموس عشان تتعلم. يا ريته كان رجع وتعلم وكان جه للمسيح متضعا كان خلصه، لكن بكل أسف ما استفاد. الناموس لا يبرر ولا يحرر، الناموس الناموس كامل والناموس روحي، لكن العيب مش في الناموس، لكن العيب في الإنسان. الناموس مبدأه افعل هذا فتحيا، والكتاب بيقول لنا ما حدش قدر يعمل حاجة، لكن جه الناموس عشان من ناحية يثبت فشل الإنسان. وكان مؤدبنا إلى المسيح كان بيشاور إنه اللي يخلص واللي عنده البر الحقيقي احتياجكم مش لواحد الناموس يعمل، لكن إلى شخص المسيح نفسه. هابي أخيالية إني رحت المدافن وادعيت حاجة مش موجودة فيا، إن أنا بقوم الموتى. واحد يقول لي هذا ما أنت بتقوم موتى صحيح؟ أقول لهم آه. طب ده أنا عندي واحد عزيز قوي عايز أقومه من الموت، أروح المدافن والمقابر وبعدين أقول لا أنا مش هقوم بس صاحبك، أنا حنادي وأقول اللي عاوز يقوم بس يرفع صبعه. وطبعا ما حدش هيرفع صبعه، أقول له ما حدش عايز يقوم. هو في الحقيقة لو يقدر يرفع صبعه ما يبقاش ميت، هو لو يقدر يعمل أي حاجة، لكن هو الناموس جه لكي يثبت إنك ما تقدرش تعمل ولا حاجة. الحقيقة إجابات المسيح على الشاب ده وهو الممتلئ من الروح القدس وهو الخادم الكامل كان فيها بصيرة ومعرفة للراجل ده كويس. احنا سمعنا ان الإجابة الأولانية لما سأل السؤال الأولاني كان فيها تصليح لأفكار عنده بخصوص المسيح نفسه وبخصوص هو ان انت ما تقدرش تعمل صلاح في انه طلب منه وصايا الناموس. الشاب الحقيقة أجاب إجابة مليانة بالبر الذاتي ومليانة بالكبرياء، قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوذني بعد؟ ويعني كنت أتخيل أن المسيح ممكن أنه يكذبه أو يقول له لا أنت ما حفظتهاش، لا أنت أكيد مش كامل، لكن المسيح مشي معاه وخده لغاية الآخر. زي ما حضرتك كنت بتقول أنه أراد أن يثبت له درس الناموس، فخده خطوة تاني وقال له طب خلينا بمستوى الناموس برضو، عاوز أعلمك نفس الدرس، أنك تعترف أنك فاشل، أنك تعترف أنك مش قادر، أنك تعترف أنك محتاج حياة. فقال له وصية إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعط الفقراء. الحقيقة هي إذا كان بيحب قريبه كنفسه الوصية اللي هو قال أنه بيحفظها، فيبقى مش عنده مانع أبدا أنه هو بيحب قريبه الفقير فيديله أملاكه. إذا كان بيحب الرب من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدراته فيبقى ما عندوش مانع أنه يبيع الأملاك.
الحقيقة الوصية دي مش هي الإنجيل، مش هي دي اللي بتدخل الحياة. في ناس كثيرة ربطوا ما بين طلب الرب ده وما بين الحياة الأبدية، لكن الحقيقة الطلب ده كان استمرارية لطلب الرب احفظ الوصايا، والرب اضطر إنه يوصل بيه للوصية دي عشان يثبت له فشله اللي هو أصر إنه هو مش فاشل، خده للخطوة دي عشان يكشفه. بس للأسف إنه لما اكتشف إنه هو مش قادر أصر على عدم قدرته ومضى حزيناً، بدل ما يقول له أنا مش قادر محتاج إنك تخلصني. كان ممكن الرب من الأول لو أنا مكانه إن أقول له أنت عارف الآية اللي أنا قلتها، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. بس الحقيقة الرب بياخدنا خطوة بخطوة مراحل كي يصل بالنفس إلى قبول الإنجيل. هو كان محتاج لمرحلة إنه يقبل درس الناموس في إنه الإنسان فاشل. جميل إن الواحد لما يعرف إنه مش قادر وفاشل مش يمشي من عند الرب، لكن يمسك في الرب أكتر. ده اللي عمله يعقوب لما قاعد ماسك في الرب، قال له لن أطلقك إن لم تباركني. وده اللي عمله أشعية لما شاف الرب جالس على كرسي عالي وقال أنا نجس وما مشيش من قدام الرب، وجه الحل طار إلي واحد من الصرافين. الرب لا يتأخر في علاج وخلاص واحد يقول للرب أنا محتاج إلى خلاصك ومحتاج إلى نعمتك، على المبدأ الإلهي اللي قاله من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الآية 22 تلفت النظر، فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. حضرتك أشرت إليها وقلت غريبة أنه يجي للمسيح ويمضي حزينا، لكن اللي بعدها كمان غريبة، لأنه كان ذا أموال كثيرة. كنت أتوقع يقول أنه مضى حزينا رغم أنه كان عنده أموال كثيرة، لكن مش رغم أنه، لأنه كان. يعني سر حزنه الأموال. ناس كتيرة بتتمنى الملايين عشان تسعد وتفرح، والحقيقة من لقيها هنا في الكتاب المقدس، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. جابت له الكافية وجابت له الحزن. ما حدش يجيب الفرح غير الرب يسوع المسيح، اللي قال للمرأة السامرية أو قالت له المرأة السامرية البئر عميقة. لكن الرب يقدر يجلب الفرح لكل إنسان حتى لو كان لا يملك شيء. كأنه بيقول أنا همشي من عند الرب بس أنا عندي حاجة تانية كمان ممكن إنها تسعدني وتفرحني، لكن استحالة إن يوجد حاجة غير المسيح. وده اللي نشوفه في الإنسان الغني الغبي اللي أخصبت كورته وقال لنفسي يا نفسي كلي واشربي إلى آخره، وربنا قال له في هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. كتير قوي المال عطل ناس كثيرين عن نوال الحياة ومقابلة المسيح. عطل ناس ولم يسعد أحد، ولم يسعد. وده اللي بيركز عليه هنا، إن المال مش بيسعد، مش هيسعدك. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. يعقب على ذهاب هذا الشاب الغني حزينا، فقال انه زي ما سمعنا في اخر الجزء اللي فات انه المال عائق. المال عائق في دخول ملكوت السماوات أو ملكوت الله. والحقيقة هل يمكن أن يكون المال عائق فعلا؟ المال نفسه يمكن أن يكون بركة ويستخدم استخدام حلو، بس كيف يكون المال عائق؟ الحقيقة المال الكتير لما بيبقى عند واحد فلوس كتيرة بيستشعر بالعظمة، بيستشعر التفوق، بيستشعر الأمان، وكل دي بتخليه يعني شعوره بالعظمة بيخليه يحس أنه لازم يبقى فيه فرق بينه وما بين الناس الفقراء اللي رايحين يسمعوا كلمة الله ويقبلوها. فبيبقى عائق بالنسبة له أنه يبقى زيه زيهم، هم يقبلوا، هم محتاجين، أنا مش محتاج. شعوره بالأمان الكاذب، اليقين الكاذب اللي عنده اللي مبني على المال بيخليه أنا أنتم محتاجين لربنا تصلوا له، لكن أنا مش محتاج، عندي الفلوس.
كل الإمكانيات والتكبر والعظمة اللي ادهاله المال خلت في قلبه عائق. كمان حبه للمال وسعيه دائم للحفاظ عليه أو لتكثيره بيخليه مش عاوز يروح لربنا، لأنه في حاجة تاني شغلة قلبه، شوك اتزرع جوه القلب وبيخلي مش قادر يقبل ومش قادر يدور على الله وعلى مصدر للخلاص بعيدا عن المال. في آية تؤكد كلام حضرتك في مزمور 52، هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. التلاميذ تعجبوا جدا من تعليق الرب ده، لأنه في فكر سائد كان موجود من أيامهم والحقيقة لسه موجود، إن الناس اللي مرتاحين وإن الناس اللي ماديا أمورهم مستريحة هم اللي مناسبين إنهم يمشوا ورا ربنا، لأن أمورهم المستريحة بتخليهم ما عندهمش هموم، والناس اللي بيمشوا ورا ربنا دول هم الناس اللي مرتاحة. كمان لأنه عندهم فلوس كان مرتبط، كان عن الفكر ده موجود جدا في أيام التلاميذ، إنه اللي عندهم فلوس دول يقدروا يدوا صدقات كبيرة وفلوس كتيرة، وكان مرتبط إنه الخلاص بالأعمال، فاللي يقدر يدي صدقات كتيرة هم اللي يخلصوا. وعشان كده نقرأ إنه التلاميذ بهتوا جدا بكلام الرب، إنه الغني إنه دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. وسيظل فكر الله مختلف جدا عن فكر الناس، وإن طرق الله مختلفة عن طرق الناس، وإن اللي هيخلصوا مش هيخلصوا لأنه أفكار الناس قالت إنه دول ينفعوا، لكن لأن الله جابهم. هو ده الكلام اللي ختم به كلامه المسيح، إنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. موضوع الخلاص ده ما يقدروش عليه الناس، لكن الله هو اللي بيعمله في القلوب. ليه قال الرب إنه الغني أو الأغنية صعب أو إنهم يدخلوا ملكوت السماوات؟ لأنه النظام اللي قبل كده اليهودي أنه اللي يمشي مع ربنا يبارك له ويديله كتير وهكذا. بالنسبة لملكوت السماوات اللي هي يتبع الرب ويدخل لدائرة الاعتراف المسيحي، غالبا هيتقابل مع مشاكل واحتمال يضحي بكل ما عنده، زي ما قال الكتاب مثلا في العبرانيين 10، قبلوا سلب أموالهم بفرح. فعشان كده الأمر هيبقى فيه اصطدام بالنسبة للغني اللي جاي علشان يتبع الرب. فده اللي خلى الرب قال إن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، إلى النظام الجديد اللي هو تبعية المسيح. بس أنا عايز أطمن الأغنياء كده، لأحسن يحصل قلق عند حد يكون ربنا موسعها عليه يقول لك أنا ما ينفعش أخلص. أولا الرب قال صراحة غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، ودي حاجة ضمان جارانتي ليك. كمان أفكرك أنه أبونا إبراهيم أبو المؤمنين كان ملياردير باللغة النهاردة. حتى في الكنيسة في واحد اسمه فيليمون مثلا اللي كتب لي بولس الرسالة بتاعته، رجل واضح أنه كان غني، كان عنده عبيد وكان عنده مكان في بيته يعمل فيه كنيسة والحاجات دي كلها. فاللي يعطل الإنسان الطبيعي مع الله ما يعطلش. عشان كده بدعوا فقراء وأغنياء أن يأتوا إلى المسيح الذي يستطيع أن يغير الحال. الآية 24 مسببة حيرة للبعض، قال لك مش معقول المسيح يقول إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. فجابوا يعني طريقتين علشان يحلوا المشكلة دي. قال لك هي مش جمل، هي كيبل، وقريبة باليوناني الكمل من الكيبل. فقال لك هو مقصود بها الكبل لا جمل. وبعدين قال لك ثقب إبرة ده بوابة في أورشليم ضيقة قوي بحيث إن الجمل بالعافية يقدر يعدي، عن صعب قوي. لا، الثقب الإبرة هو ثقب الإبرة زي ما موجودة هنا. طب يبقى مستحيل، هو في جمل يعدي من ثقب إبرة؟ بالضبط، هو ده اللي فهمه التلاميذ وده اللي المسيح أكد عليه. لكنه قال مع أن الخلاص مستحيل، مش بس على الغني، على الغني وعلى الفقير. بصراحة عند مسألة الخلاص يستوي الغني والفقير في أن الاتنين يستحيل أنهم يخلصوا نفسهم، بس غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الصعوبة مش عند الرب، لكن الصعوبة عند القلب اللي تقسى بسبب غرور الغنى. لأن يفتكر أن ربنا ما يحبش يخلص الأغنية أو عنده صعوبة، ربنا ما عنده الصعوبة. واحدة يعني من سيدات الأعمال كانت قاعدة عند النهر بتستمع إلى كلمة الله، واحدة غنية لدية بائعة الأرجوان،
وهي بتستمع إلى الكلمة يقول الكتاب فتح الرب قلب لدية. المشكلة مش عند ربنا يخلص غني أو يخلص فقير، يخلص بالكثير أو بالقليل، لكن عندما تجاوب الإنسان غني أو فقير، خاطي قوي أو خاطي نص نص، الكل محتاج للرب. عندما تجاوب فتح قلبه للرب، الرب لا يخرجه خارجا. لوقا اللي بيرتب أدبيا بعد الحادثة دي مباشرة يقول المسيح دخل أريحة وتقابل مع زكا، وكان زكا غنيا جدا، وربنا خلص. الغنى. يتكلم العهد القديم عن الغنى بطريقة إيجابية، فأبرام هو أول غني في الكتاب، وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. وكافأ الرب سليمان قائلا: وأعطيك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك، ولا يكون مثلها لمن بعدك. فارتبط الغنى ببركة الرب. بركة الرب هي تغني، كما يرتبط الفقر بالتقصير. العامل بيد رخوة يفتقر. ولكن الوضع اختلف في العهد الجديد، إذ يركز أكثر على الجانب السلبي من المال والغنى. فنقرأ عن غني غبي لأنه لم يهتم بأمور الله، بل ركز فقط على غناه الأرضي. ويظهر الغنى كأنه عائق لدخول السماء، إذ علم المسيح قائلاً: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. وهناك أسباب وراء تلك الصعوبة ذكرها الكتاب. 1- المال أصبح سيداً وليس خادماً. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. 2- الغنى يخنق الكلمة فلا تأتي بثمر، وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. 3- من يريد أن يكون غنياً يتنازل عن حياة الاستقامة، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. 4- الغنى لا يشعر الإنسان باحتياجه إلى الله. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أصباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. الرسول بطرس لقى نفسه في المشهد ده. يعني إيه؟ الراجل الغني ساب المسيح ومشي، فبطرس بيقول للرب: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. واللي يسمع كل شيء يصدق، يعني ترك أبعدية. انت تركت ايه؟ قارب تعبان، حتى ما نعرفش القارب ده كان بتاعك ولا انت مستأجره، ايه اللي تركته؟ ايه اللي انا تركته؟ لكن الرب رد عليه قال له: عايز تعرف ايه اللي هتكون ليك ايه؟ حاضر اقول لك. انتم الذين تبعتموني
التلاميذ ال 12 إذا حطينا معهم يهوذا اللي بكل أسف ما كملش مشواره وأدى ظهره للرب. أنتم الذين تبعتموني في التجديد، وده اسم من أسماء الملك الألفي أو ملك المسيا على الأرض، اللي هو كان بيسأل عنه الشاب الغني بيقول أعمل إيه عشان أدخل الحياة، يقصد بيها ملك المسيا. فقال له أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. يبقى إذن إيه هو ملك المسيح؟ عندما يجلس ابن الإنسان على كرسي مجده. يبقى المسيح النهاردة جالس على كرسي مجده؟ لا، أما المسيح مش جالس على عرش؟ آه جالس على عرش الآب. من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. المسيح الآن في عرش الآب. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. لكن هيجي يوم يجلس فيه المسيح على كرسي مجده. هنرى الكلام ده لما نوصل لمتى 25 الآية 31. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه هيجلس على كرسي مجده. أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. يا له من كرامة عندما يملك المسيح في عالم نظيف مجدد، مش العالم الخربان اللي احنا فيه ده. هيجلسوا مع المسيح على 12 كرسي ويدينوا أصباط إسرائيل الاثنى عشر. إيه اللي ترك بطرس ولا يوحنا ولا متى؟ إيه اللي تركوا إزاء هذه النعمة والحظوة والعظمة اللي يملك فيها مع المسيح؟ وإحنا تركنا إيه علشان نملك مع المسيح كما يقول لنا رؤيا 5:10؟ حي اندفاعات بطرس وغلطاته نبع غزير للدروس، وجيد ان الواحد يتعلم من الاخطاء. طبعا يا ريت ان الواحد ما يغلطش، بس احنا بنغلط واللي حوالينا بيغلطوا، وحلو ان احنا نتعلم من اغلاطنا واغلاط الاخرين ايضا. الدرس هنا الجميل الرائع اللي اندفاع بطرس هنا بينه، ان الرب عايز يقول بص انا قلت لكم على التبعيه وان التبعيه فيها صليب واللي جاي وراها فيها صليب، بس عايز اقول لك انه مش بس نتيجه التبعيه او مكافاه التبعيه في السماء، لكن حتى هنا على الارض يعطي اكتفاء. طبعا هي مش عمليه حسابيه، يعني هدي الرب 100 جنيه هيديني 100% يعني 10,000، ده تبقى طريقه سخيفه قوي بالتعامل مع الله. لكن عايز يقول اللي كان يعمله لك 100,000 او 10,000 انا ممكن اديه لك بالقليل اللي في ايدك، لان بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب. هديك اكتفاء، هتسيب عشان خاطر الانجيل وعشان خاطر الرب اخ هتلاقي 100 اخ يفتحوا لك بيوتهم، هتسيب ام هتلاقي 100 اخت عندها السعادة تعمل معاك اللي بتعمله أمك معاك في القصة دي. فكأنه عايز يقول لا، التبعية مربحة جدا، فيها صليب فيها حمل فيها كل حاجة، لكن فيها مكافأة هنا أو فيها مساعدات هنا هوت، وفيها مكافأة كبيرة في الأبدية. بطرس بيسأل سؤال أعتقد أنه مش دقيق قوي لما بيقول للرب فماذا يكون لنا؟ إحنا هنتبعك، يلا هتدينا إيه؟ وده فكر في ضوء العهد، في ضوء الكتاب وفي ضوء روح المسيح مش مظبوط. الرسول يوحنا يكتب يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والإدراك المسيحي بالروح القدس في نور العهد الجديد بيقول لنا إحنا لينا كتير، إحنا لينا المسيح وهذا يكفي. لكن بطرس على حسب النور اللي كان لسه عنده قبل الروح القدس كان محدود، وبيدور على المكافأة وبيدور على الأجرة. عشان كده الرب ختم في الآخر الحديث دوت وقال كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين، وكأنه الرب عايز يقول أنه المكافآت واللي هعمله مش بالطريقة اللي أنت متوقعها أو بالطريقة اللي أنت بتفكر فيها. وعشان كده جاء المثل في الأصح اللي بعده، يعني كان المثل فإن ملكوت السماوات ردا على سؤال بطرس، هو رد عليه رد مباشر، أنتم اللي تبعتموني هيكون لكم كده كده كده، يعني أنا مش مقصر. لكن جه في المثل كأنه بينصحه، يا بطرس أنصحك بلاش الاتفاقية، اتكل على نعمتي حدي لك أضعاف اللي أنت متوقعه، لكن إذا هتتفق معايا أنا أمين في اتفاقاتي بس أنت الخسران. أنا مش هتفق مع ربنا،
لأن أنا واثق أن صلاحه حيديني أضعاف أضعاف اللي أنا حطلبه منه. أدي لك بشرط أنك تعمل لي كده، لا أنا مش هقوله بشرط، وحاخد أضعاف اللي أنا كنت متوقع أني أخده. لكن أنا كمان بيعجبني حاجة في بطرس رغم اندفاعاته وسقطاته، أنه كان واضح وشفاف قوي مع الرب، يعني اللي جواه بيقوله له بالظبط، وتكون النتيجة أنه اللي جواك لو غلط هيصلحه لك، ولو محتاج تدعيم هيدعمك، لو مرة قال له أنت تعلم أني أحبك دي حقيقة، فالرب خده للمكان الصح اللي عبر بيه عن محبته، هنا بيصلح له الفكرة. فحسن أن احنا نكون بالطريقة ديت مع الله، ده ما يتخباش عليه حاجة، وده الغالي اللي بيحب لازم نكون بنقدم له كل الشفافية عندنا. الحقيقة العدد الأخير، لكن كثيرون أولون يكونون أخرين وأخرون أولين، في إطار تبعية المسيح عندما سيعطي المسيح مكافآته. ربما أنه الكثيرين اللي باينين أنهم من قدام في تبعية المسيح يبانوا أنه يطلعوا في الآخر عند تقييمهم الصحيح والحقيقي قدام المسيح وفي مكافآته، وربما أنه ناس يبدو أنهم آخرين بس بدواسع صحيحة بمحبة حقيقية مش كانوا بيعملوها. في كتار من اللي باينين في الأول بيقدموا له عشان ياخدوا منه، بتوجه بطرس الاتفاقية ان احنا بنخدم عشان نبقى اعظم، بنخدم عشان ناخد مديح من الناس، بيتبعوا المسيح بس واخدين صفوف اولى، لكن عند التقييم هيطلعوا اخرين بسبب بطل دوافعهم. واخرون ناس بيتبعوا المسيح في الخفاء، ناس بيتبعوا المسيح بمحبة حقيقية، بيمشوا وراه وبيتركوا بشكل حقيقي، هيطلعوا اولين. هيطلع انه تقييم المسيح مختلف جدا عن تقييمنا احنا، وربما مختلف جدا عن فكرتنا عن نفسنا. يمكن نبقى مفكرين ان احنا عملنا حاجات كبيره بس لما تمتحن بنار يطلع ولا شيء، وربما اشياء صغيره عملت بصدق لاجل المسيح عندما تمتحن بالنار تثبت ويكون لها مكافاتها الكبيره عند المسيح. في نهايه حياه داود كان في قائمه بالابطال بتوعه اللي على الراس بتوعهم احنا ما نعرفش قصتهم. في روميا 16 في شويه افاضل مدحوا على حاجات ما نعرفش هم عملوا ايه في القصه ديت. المرأة صاحبة الفلسين اللي هي يمكن ما قدرتش الفلسين اللي هي بتحطهم، بس كان في واحد فارق معاه اللي هو الرب نفسه، وهي بتعمل ايه. سمعت من بيلي جريهم قصة تؤيد كلام حضرتك، ان في حلم واحد من القديسين مات وصعد للسماء، وبعدين قال للملاك اللي على الباب، قال له عايزك تشاور لي على اعظم واحد في السماء، اعظم قديس. فرد عليه قال له واحد مش هتعرف. والمقصود من ذلك أنه مش المشاهير أصحاب الأسماء الرنانة اللي تملأ العالم هم دول الأعظم، لكن ربما تكون أم ربت أولاد في الإيمان، خدمت بكل أمانة وتفاني ولادها، يمكن هي دي تطلع الأعظم تقدير الرب غير تقديرنا. أنا كمان عايز ألقي ضوء على الوحي اللفظي الرائع اللي في الكتاب المقدس، بس اللي جه في مرقس 10 ردا على بطرس. بيقول له كده في مرقس 10 عدد 29، فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف. ده اللي قاله في متى، بس في مرقس بقى بيوضح لنا إيه هم 100 ضعف. يقول لك بيوت، هو قال يترك بيت بيوت وإخوة وأخوات، قال ترك أب، لا مش هنلاقي أباء لأن احنا ما عندناش أباء، احنا لينا أب واحد في السماء اللي هو الآب. وبعدين نقول أمهات، هتاخد أمهات وبعديها زوجة، لا مش هاخد زوجات، المسيحية ما فيهاش زوجات، أنا سبت زوجة مش هاخد زوجات، لكن هاخد أمهات أولاد حقول كل اللي هتاخده إلا الآباء لأن ملناش أباء، وزوجات لأن ما عندناش زوجات. هو أب واحد في السماء وزوجة واحدة على الأرض. جميل، تبقى العين على شخص المسيح وتبعيته وليس على مكافأته. صحيح، وده اللي تقال عن مريم، اختارت النصيب الصالح، الرب يسوع المسيح اللي فيه كل الكفاية. الحقيقة على الرغم من أنه زي ما حضرتك قلت أنه اللي تركوه التلاميذ كان قليل جدا، بس المكافأة كبيرة جدا. والحقيقة على قد ما ندي أكتر وعلى قد ما هنترك أكتر المكافأة كبيرة جدا. يعني هو هنا بيحكي عن تعويضات هنا في الزمن ومكافآت في الأبدية، والمكافآت الأبدية أو أيام أو في الملك مشاركة المسيح ملكه وحكمه،
وتعويضات أبدية بأمجاد أبدية، يقول يرث الحياة الأبدية. لا حدود للي هيديه المسيح لمن ترك أي شيء مهما كان قليلا من أجله. بس هنا بيؤكد هو هيموت ازاي، هيموت معلقا على الصليب. ما تزمرش بطرس، قال له لا توماتش عليا، لا توماتش ليه، لكن قارن اللي انت بتعمله باللي هو عمله، الموضوع مختلف. التلاميذ كان شغلهم حاجه واحده، الاكرام والمكافاه والاجره. عزيز المشاهد، قال الرئيس الامريكي الشهير ايزنهاور أن تقرأ الكتاب المقدس كأن تذهب إلى رحلة خلوية بعيدة، تتجدد الروح ويتقوى الإيمان. هل تشتهي أن تأخذ هذه الرحلة معنا في ركاب كلمة الله ورحابها العظيمة؟ هل ترغب أن تصحبنا في مثل هذه الرحلة؟ ندرس فيها الكتاب المقدس أصحاح أصحاح وآية آية؟ نفعل ذلك في برنامج فاحصين الكتب. الرب يباركك. Thank you.